رغم الدعم والتعزيزات التي يمد بها الاحتلال التركي الفصائل المسلحة التابعة له بريفي حلب وإدلب، تواصل قوات النظام السوري بدعم من حلفائها وخاصة روسيا التقدم في تلك المناطق شمال غرب سوريا. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن قوات النظام أحرزت تقدما جديدا غرب حلب من خلال السيطرة على منطقة ريف المهندسين الأول وكفر جوم في إطار سعيها لتأمين أوتوستراد حلب دمشق الدوري المعروف بإنفور. في المقابل حاولت الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية استعادة السيطرة على بعض المناطق غرب حلب بهجوم معاكس وتفجير عربة مفخخة في محور الشيخ علي دون إحراز أي تقدم. عمليات النظام في تلك المنطقة ترافقت مع قصف جوي روسي في الريف الغربي لحلب أسفر عن استشهاد 3 مدنيين في قرية أبين وأربعة آخرين في قرية كفر عمة، كما يتزامن ذلك مع وصول المزيد من التعزيزات العسكرية لقوات النظام في ريفي حلب وإدلب، حيث وصلت آليات عسكرية ودبابات إلى مشارف حي الراشدين وحلب الجديدة وشرق الطريق الدولي إنفور ومناطق بريف إدلب الجنوبي. إنسانيا، أدى استمرار التصعيد في الريفين الحلبي والإدلبي إلى تصاعد أعداد النازحين خلال الساعات 48 الأخيرة في ظل انخفاض درجات الحرارة تحت الصفر وتساقط الثلوج والأمطار، حيث نزح أكثر من 100,000 شخص خلال اليومين الأخيرين من بلدات وقرى ريف حلب الغربي. المرصد قال إن مئات العوائل باتوا في العراء خلال الليلة الماضية ضمن مناطق في ريف إدلب الشمالي عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون وفي مناطق ريف حلب الشمالي، مبينا أن تلك المناطق تخضع لسيطرة الاحتلال التركي الذي يقف متفرجا على مآسي النازحين الذين أصبح متأكدين بأنه يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن تلك المآسي.